حلم ربط البحرين الأحمر بالمتوسط هو حلم قديم منذ أيام الفراعنة. مشروع دغدغ أحلام الدول الكبرى. هذه الحقيقة كانت مسألة مفزعة في التاريخ الإنسان. Il y avait 20,000 fellahs qui travaillaient en même temps, mais ils se renouvelaient, donc ils changeaient constamment. أممته الحكومة المصرية فخرج العالم عن طوره. Président Nasser n'avait pas prévu que ça provoque la guerre. طبعاً كان بيتم في سرية كاملة. دولة قناة السويس على الجزيرة الوثائقية.